خبر الأسماء الفاعل اسمٌ أو بمنزلته أُسن إليه فعل أو بمنزلته مقدم عليه أصل الصيغة والمحل الفاعل اسمٌ جاء زيد أو بمنزلته أو لم يكفي أن أنزلنا أُسن إليه فعل جاء زيد أو بمنزلته وهو عشرة أبي نقول اسم الفاعل مختلف ألوانه الصفة المشبهة حسن وجهه صيغة المبالغة زيد شراب أبوه العسل المصدر مثل عجبت من ضرب اللص زيد ضرب مصدر زيد فاعل به أو عجبت من كلام خالد زيد كلام اسم مصدر اسم مصدر المصدر هو اسمه وكذلك اسم الفعل هيهات العقيق من هبة الفعل اسم الفعل وكذلك الجار والمجرور التام لو قلت للكوفي أعرف لي زيد في الدار أبوه يقول لك زيد في الدار مثل أخرى وأبوه فاعل في الدار الجار والمجرور التام كيف لا تقول زيد في دار أبوه هذا السامة زيد زيد أمام الدار أخوه زيد أمام الدار أخوه أخوه فاعل وكذلك قولهم إياك أنت وزيد أن تفعل ففي إياك ضمير مستتر وأنت توكيد له وزيد معطوف عليه تقدير إياك إياك أنت هذا منصوب على التحذير تقدير تقدير المستتر تقدير أنت تقدير أنت تقدير أنت إياك أنت وزيد أن تفعل ففي إياك ضمير نذهب إلى العشرة مقدم عليه لابد أن يتقدم الفعل تقول جاء زيد ولا تقول زيد جاء أصلي الصيغة أخرج نحو أكرم زيد هذه الصيغة ليست أصلية هذه مفرعة عن أكرم زيد عمرا نعم هذا ما أقوله الفاعل نعم وبعد فعل الفاعل الفاعل إليك مرفوع أتى زيد هذا مثال الفعل منيرا وجهه مثال لما هو مثابة الفعل لأنه منير صلة مشبهة نعم الفتاة يريد أن يقول لا فرق بين يكون الفعل جامدا أو متصرفا جامدا نحو نعم الفتاة ومتصرفا من ذاتها زيد وبعد فعل فاعل أي أن الفاعل يأتي بعد الفعل قالوا الفاعل كجزء الفعل الفاعل كجزء الفعل وذلك لا يتقدم جزء الشيء عليه فهو ولا فضمير فإن ظهر فهو فإن ظهر الفاعل فهو ذاك فإن ظهر الفاعل فهو ذاك وإلا بأن لم يظهر فضمير مستتر ضمير مستتر ظهر مثل زيدان جاء زيدون جاء فإن لم يظهر فهو ضمير من زيد جاء وهند قدمت وجدد الفعل إلى مصر قال إذا أسندت الفعل لأنثى إذا أسندت الفعل لمثنى أو مؤنث جرده وتقول يقوم زيد ويقوم الزيدان ويقوم الزيدون ويقوم الهندات وتقوم الهندان لا فرق في ذلك قالوا لماذا؟ قال إذا قلت يقومان الزيدان يقومان يعرف أنه دلت على أن الفاعل مثنى سوف تفهم تدرية الفاعل من لفظه لماذا تلحق بذلك؟ قالوا وكيف أنتم الفعل في قولكم قامت فاطمة ولن تقول قام فاطمة قالوا يختلف هذا عن هذا لأن بعض الأسماء مشترك تقول جاء هند جاء هند وجاءت هند واضح ففرقوا بالتالي بين ما أسمي إلى مذكر وما أسمي إلى مؤنث وقد يقال سعيدة وسعيدة ومع ذلك قد تقول العرب سعيدة وهي لغة لبعض العرب تقول سعيدة أخواك وسعيد إخوتك وسعيدنا أخواتك قد يقال سعيدة وسعيد والفعل مسند الله يلومونني في اشتراء النخيل أهلي يلومونني اشتراء النخيل أهلي قال رأينا الغواني الشيب لا أحد العارض وقد أسلمهم بعد وحن مقرب سعيدة قالوا في العرب قالوا في سعيدة أخواك في هذا العارف الألف فاعل وأخواك بدل منهم والاسم ظاهر بدل من ضمير غيبة كثير لا شيء فيه أو سعيدة فعل فاعل وخبر مقدم وأخواك مبتدا مؤخر أو الألف في سعيدة علامة ثانية حرف علامة ثانية كما أن تاء في قامت علامة ثانية وأخواك فاعل ويرفع الفاعل فعل الأمر لزيد في جوانب قد يرفع الفاعل فعل أضمر إذا قلت من قام فقل زيد زيد فاعل بفعل أضمر ذل عليه ما قبله هذا عندما يقول الأصالة في الرفع للفاعل لا إلى المبتدا ومن قال أن الأصالة رفع للمبتدا قال زيد المبتدا وتقدير زيد قام قال إذا أسندت الفعل لأنثى ماضي أنثى ألحقته تاء ساكنة وتقول قامت هند وقامت عائشة أبي قالوا الفعل والفاعل كالشيء الواحد
لكما جاز أن يلحق الفعل أن يلحق الفاعل أن يتصل بالفاعل شيء من لوازم الفعل، جاز أن يتصل بالفعل شيء من لوازم الفاعل. تقول يقومان، النون اتصلت بالألف وهي خاصة بالفعل علامة رفعه، يقومون الواو النون اتصلت بالواو وهي من خواص الفعل علامة رفعه، كذلك تقول قام تندب اتصل بالفعل شيء من لوازم الفاعل. وإنما تلزم فعل مضمر متصل، تلزم فعل مضمر متصل مثل هند قامت أو الشمس طلعت، إذا كان الماضي مسندا لضمير يعود على عاقل غيره لزمة التاء، أو يكون مسندا لظاهر حقيقي التانيث من قامت عائشة، وفهم أنه إذا أسند لظاهر غير حقيقي التانيث جاز إثبات التاء والأصل وجاز حذفها. تقول انكسر اللبنة وانكسرت اللبنة. وقد يبيع الفصل ترك التاء وقد يبقى وتاء تاني المبدل ونزل انتصر من بناتها وقد يبيع الفصل التاء. إذا فصلت بين الفعل والفاعل جاز إسقاء التاء والأفضل إثباتها. تقول حضر اليوم فاطمة، حضر القاضي امرأة. الحكم مع قسم بإلا فضل كما زكى إلا فتاة بن العلاء وأوجبه بعضهم. تقول ما زكى إلا فاطمة، ما زكى قالوا واجب، وقال بعضهم بل هو واجب لا تحق التاء، لأن الفاعل في الحقيقة ليس المذكورة، وإنما المذكور بدل من فاعل المحذوف والتقدير ما قام أحد واحد مذكر. واضح؟ نقل ومع ذلك سمع ما برئت من ريبة وذمي في حربنا إلا بنات العم، ما برئت تحقق التاء والفصل بالله. الحكم قد يأتي بلا فصل ومع ضمير بالمجاز فيه. قد يأتي فصل بلا بلا فصل. سمع سيبوي قال فلانة، سمعنا العرب ومع ضمير بالمجاز. قلنا إن الفعل إذا وصل إلى ضمير لو تعلموا أن المجاز يجب إلحاق التاء له. سمع بلا مزنة ودقت ولقها ولا أرض أبقى لإبقالها، لم يقل أبقلت قال أبقلت، سقطت التاء من الفعل لمسلم إلى ضمير عاد على غير عاقنا. وتاو مع جمع سيرسل وتاو مع جمع. إذا كان جمع غير مذكر سالما فالتاء فيه مع التاء مع اللبنة. تقول قام الرجال وقامت الرجال وقام المسلمات وقام المسلمات. يسأل سؤال قال لماذا قال وإنما تلزم فعل مضمر متصل؟ لا بد أن يكون الضمير متصل مثل هند قامت، لكن لو قلت هند ما قام إلا هي الضمير ليس متصلا، فصل بينه وبين الفعل بإلا. قال هذا أنا أقول له وإن أزم. ماذا قال؟ قال التاء مع جمع سوى جمع ثلاثة، جمع السالم جمع مذكر سالم وتكسير. التاء مع جمع مذكر سالم لا يجوز ذاتها، لا تقول قامت المسلمون لا يجوز هذا وأجازه بعضهم. وأما مع السالم لك الوجهان، تقول قامت المؤمنات وقام المؤمنات وقام الرجال وقامت الرجال وقام النساء وقامت النساء. إذن التاء مع جمع غير مذكر سالم وهو التكسير والمؤنث السالم إثباتها كعدمها تماما، كما لو قلت انكسر اللبنة أو انكسرت اللبنة وهو قوله كالتاء مع عدى اللبن. إذا قلت قامت الرجال قصدت جماعة الرجال وجماعة مؤنثة، وإذا قلت قام الرجال قصدت جمع الرجال وجمع مذكر. وللزمخشري رحمه الله تعالى إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا ما أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. أنا قولي والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع عدى اللبن. والحلف في نعم الفتاة، إذا قلت نعم الفتاة فاطمة بيست الفتاة حمالة حطب فالتاء يجوز حذفها والأصل والأحسن إثباتها. فالأحسن أن تقول نعمة الفتاة الفتاة فاطمة بيست الفتاة حمالة حطب، لأنك تقصد الجنس والجنس مذكر. نعم الفتاة فاطمة ال في الفتاة جنسية والجنس مذكر، ومع ذلك الأحسن أن تقول نعمة الفتاة فاطمة. واضح؟ والإثبات أحسن، ضع معها والإثبات أحسن، لأن قصد الجنس في